سين معاكم في المرسل الاخراني من البرايم تايم، تواصل معكم حتى العشرة متاع الصباح. باش نحكيو توا على وضعية كنا حكينا عليها الصباح في مدينة الحمامات، واللي هي كثرة تشكيات المواطنين من مشكلة الناموس اللي قاعدة صايرة، برشا تشكيات من عند المواطن. وشكرا لرئيس بلدية الحمامات سي معز مراد اللي تفاعل مع الموضوع هذا، باش يعطينا أكثر تفاصيل على موضوع الناموس في مدينة الحمامات. ونعرفوا احنا قادمين على موسم صيفي، نعرفوا اللي العباد تجي، نعرفوا اللي تولي موجودة عديد الحاويات، عديد الموضوع البيئي وغيره. دونك خلينا نعرفوا أكثر تفاصيل معنا بالتليفون مباشرة سي معز مراد رئيس بلدية الحمامات. صباح النور. صباح الخير. مرحبا. يعيشك يا سيدي، بارك الله فيك. شكرا لك اللي تفاعلت معنا في موضوع الناموس، بعد انه برشا عايشك برشا صغار مرضت، كبار يتشكاو، بوبيلا موجوده في برشا بلايص رغم الحملات اللي قاعدين تقوموا بهم. اعطينا شويه تفاصيل على الموضوع هذا. شكرا بارك الله فيك على الفرصه هذه. احنا حبيت نتفاعل معكم، انا سمعت الصباح الملاحظات يعني اللي قدمتوهم، وحبيت معناتها نعطي بعض التوضيحات للمواطنين وعلى المجهود بيسير البلدي وشنو فما بالضبط الوضعيه تويكا. بالنسبه للناموس كيما كل عام انا معناتها فما برنامج كامل لمقاومه الاوبئه والحشرات، دوسنا بدينا بكري معناها بدينا فيه. انا علاش تفاعلت معاكم؟ خاطر فما مجهود كبير قامت به البلديه، ممكن ما تعرفوش يعرفوش المواطنين، وحبينا نعرفوا شنو ونعطيكم معناتها فكره حتى على الصعوبات الموجوده وعلاش فما بعض الوضعيات اللي معناتها تتقلق شويه. دونك بالنسبه لنا معناتها المقاومه كما قلت لك بدينا من فيفري، فما مراحل معناتها وفما خطه هي جهويه قاعدين نطبقوا فيها بطبيعه الحال. وفما بدينا بالمقاومة العضوية بجهر القنوات بيان سور، تطهير مياه الأمطار والقنوات تبع البلدية بطبيعة الحال، وجهر الأودية، شفط المياه والمسابح خاصة المهجورة، وفما وضع زيت البارافين هذايا في الآبار المهجورة. السناء علاش دخلت؟ خاطر المجهود تاع السناء الوضعية أحسن من عام ناول بياسر معناها، هذاك علاش دخلت. دونك فما السناء استكشفنا 10 نقاط برك إيجابية. عم ناول باش نعطيك فكره، باش المخرع تاع عم ناول فما 33 نقطه عم ناول معناتها ايجابيه دخلنا فيهم، وهذوما كل تو ال 10 نقاط الكل دخلنا فيهم. فما عمليه التصبيب الحراري كيف كيف قاعده متواصله في الصباح هذه في القنوات، في القنوات معناتها تصريف مياه الامطار وتاع المناصب يعني. اليوم تدخل تقريبا شمل 80% من البرنامج كامل اللي هو معناتها قبل يتواصل حتى شهر جوا وديبي جوي. معناتها كيف هو المشاكل وين السنة؟ المشاكل في ضعف تدخلات بقيه المتدخلين اللي هما التجهيز الدي هاشو، معناتها اللي هما المياه العمرانيه. احنا شوف كيفاش مقسومه حماماتها، مقسومه كل 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 مؤسسه ولا كل هيكل عمومي عنده تدخلات في اوديه معينين، فهمت؟ لو ناس عندها 3 ولا 4 اوديه، البلديه عندها 3 ولا 4 اوديه، كيف كيف التجهيز عنده 3 ولا 4 اوديه. مالوريزمون التدخلات نتاع المؤسسات الاخرى ابتدت شويه مع الزراب نتاع لوناس اللي هو سبب لنا ياسر مشاكل. واليوم عندنا برك تدخل في معناتها في شاطئ الواد بالقايد، في شاطئ الياسمينه تو قاعدين يتدخلوا لوناس مشكورين رغم الاضراب المتواصل لاكثر من شهر، اللي هذا تعبنا. اليوم فما مشاكل في وين فما المحطات نتاع لوناس اللي فيهم شويه ناموس، هذاك علاش اليوم ممكن تلقى شويه مشاكل. ما قاعدين توا بالتدخلات، قاعدين نكثفوا في التدخلات هذيا كيف كيف. فما اليوم البعوض هذيا نتاع الاشجار هذيا نسميوه احنا البعوض الطائر هذيا نتاع الاشجار نتاع الفيكيوس هذيا، وقاعدين عملنا تدخل الاسبوع اللي فات، وان شاء الله الثلاثه الجايه فما تدخل كبير زاد على مستوى معناتها الانهج الكل اللي فيهم الجر هذايا. بالنسبه للمنطقه الشاسعه كيف كيف احنا وفرنا معناتها اليات، وبالنسبه للمصلحه نتاعنا معناتها موفره تقريبا ساعة المبيد الحشري السنه صرفنا 30,000 دينار معناتها المبيد الحشري فقط، معناتها اللي هي مواد فعاله نستعملوا في سهريج 600 لتر تقريبا المداوات الادويه. عندنا 20 آلة تصبيب حراري الصغيره هذيك، اليه الرش تقريبا 10 معناتها جدد. عندنا كيف كيف اليه جديده شاحنه فيها 6000 لتر معناتها قاعده تدور، آلة شفط كيف كيف معناتها البلديه. سي معاذ كان تسمح لي انا دخلت خاطر فما مجهود كبير السنه. اي سي معاذ حبيت ان كان تتفضل ان نتفاعلوا معك بيان سور اللي تقولوا سيادتك. تفضل بيان سور. هو مفروض لو زاد المصالح الاعلاميه والاتصاليه نتاعكم تقول هذا،
توا دخلوا معنا الناس حتى من سوسة يقولوا لنا عنا يسمعوا فينا قالوا عنا نفس المشكلة في سوسة. سيادتك تعرف اللي سمى مشكلة اليوم تاع استخلاص كذلك المعاليم البلدية واللي احنا معناها في المخيل الشعبي نسميها الزبلة والخروب، معناها رفع الفضلات. رفع الفضلات سمى اشكالية في الحمامات مسخة ياسر، واخيرا سمعنا حتى معناها سنموس اللي جاي من المصب هذا العشوائي اللي تعمل في مدخل المنطقة السياحية. معناها الحق نراه انه كان مفروض تستنبطوا أكثر بشقاء ومكان آخر، لأنه قاعدين يتظروا العباد كذلك ديلكتوما من المصب هذا العشوائي اللي موجود في منطقة المنطقة السياحية حمامات الشمالية. شكرا سي سفيان، مرحبا بك. عايشك. هو الملاحظات بالحق يزم شوية، احنا بيدنا نعرف الوضعية مثل المصب والإضراب اللي تعملت 3 أيام على المستوى المصب، والنقطة اللي قلت عليها هي نقطة كما نقولوا نقطة صغيرة ياسر فرابول الكمية الكل، معناتها اللي نرفعوا فيها. هو صحيح احنا ما عندناش منطقة اليوم نحطوا فيها في حالة في الحالات في البلان بي ومنعمناه، ولا نستنى معناتها قاعدين نلوجوا في تيران بعيد شوية على السكان باش في الحالات هذوما ممكن نصبوا فيه نهار ونهارين. واحنا اليوم تعرف اللي جراف 3 أيام يخلينا جمعة ولا أكثر واحنا قاعدين نعانيوا باش نعاودوا نرفعوا كل الكميات اللي حطيناها في أماكن بصفة استثنائية. احنا هذه بالنسبه للنقطه هذيك معناتها حطينا فيها بصفه استثنائيه، هي كانت كميات مش كبيره وقاعدين ننظفوا فيها ونظفناها وما عادش نحطوا فيها، معناها خاطر بيدنا ما عادش لائق ولا ما عادش ممكن نحطوا في حاجه قريبه للوضعيه هذه. ان شاء الله السلام فماش اضرابات، خاطر كل عام واحنا فما اضراب في جويليه، معناتها ملي جينا تو من مجلس البلدي انا تقريبا كنت تحضر في روحي لجويليه، كل عام فما اضراب في جويليه على المصبات. ان شاء الله السلام فماش، ان شاء الله نكونوا في مستوى هو سي معاذ حتى في تفاعل مع العباد، حتى يقول لك حتى في كي تاخذوا بلاصه استثنائيه معناتها تقراوا حسابه، معناتها خاطر البوباله كي تقعد حتى النهار تاثر على على المحيط نتاع مع السخانه وغيره، معناتها حتى باش تقعد وباش تنظفها واحد ديجا صارت كيما نقولوا احنا الكارثه، والناس تشكات والناموس تخلي الديار. معناتها لهنا مثلا في السلطان مثلا برشا عباد معناتها تشكات معناتها وصل معناتها الرقعة جغرافية كبيرة برشا مشى الناموس وضر العباد، معناتها حتى الحلول الاستثنائية كما نقولوا احنا بلون بي لازم الواحد يخمم فيه قبل ما يصيروا، رغم انه مجهودات نتاعكم كما قلت انت صحيح. احنا استعملنا 4 مناطق والمنطقة هذه احنا نحيناها من البرنامج بتاعنا نهائيا، ما عادش نستعملوها معناها خاطر قريبة شوية للمنطقة، ممكن كما قلت نهار ولا نهارين يولي اثر دوبلومو على الناموس وعلى الريحة وعلى حاجات مختلفة. اي سي معز نحب نتفاعل مع حاجة حاجة قلتها سيادتك بكري، قلت معنا احنا قايمين بدولنا واطر اخرى مش قايمة بدولها، المواطن حق بالنسبة ليه الدولة عندها مداخل عديدة ما يهموش لو يقول لك، أما أنتم تو البلان دوميناجمون من عام 77 مش موجود المخطط معناها التوجيهي والمديري نتاع التهيئة في الحمامات، وكذلك تنجموا تنسقوا مع بعضكم، ثم سلطة ولائية ثم معتمدية وثم غيره، أنتم عندكم استقلاليتكم تو كسلطة محلية، لكن واجب كذلك وأنكم معناها الناس كل يتعاملوا فرد وقت باش يقعدش واحد يخدم واحد والآخرين ما يخدموش ومن بعد يجي لابسك أنت مثال الكاسكيتة ولا مسؤولية. صحيح. كنا قبل عملنا جلسة ولا عملنا حوار خاص على بلان دو ميناجمون مع كنتي نذكره مع كنتي، وإحنا عملنا كمجلس بلدي خطوات معاتها كبيرة، وإن شاء الله في الأيام القادمة شو اسمه جديد على الملف هذايا اللي المجلس البلدي الكل حارس باش يحل المعضلة هذه اللي دامت أكثر من 40 سنة إن شاء الله تتحل. صحيح ممكن القوانين مكبلة شوية مع الهياكل اللي تخدم معانا كسواء تجهيز ولا فلاحة وإلا معناتها بيئة، ما احنا كمجلس بلدي ساعيين انه الملف هذا يتحل في الماندا هذه معناتها في المده النيابيه هذه باش نضع حد لها معناتها التسيب العمراني وهالمشاكل العمرانيه اليوم اللي نعيشوها في مدينه حرامات وقاعده تخسر فينا في معناتها ملايين الدينارات بالنسبه للموارد البلديه، وبالطبيعه باش تحسن حتى الستيل العمراني. يمكن عندي اقتراح نختم به سي معز، مادام نحكيوا على العصر هذا عصر رقمنا وغيره، لو عندكم ابن حمامات موجود في البحرين
وعنده ستارت اب تخدم على الموضوع هذايا نتاع وضعيه الحاويات في الطرقات، يخدم بها في البحرين ولد الحمامات. نجم نبعث لك وديجا خذيته خذيناه لهنا بالتليفون وحكاه، قال كان السلطات في حمامات والجهويه وغيره معناتها نمدلها البلاتفورم هذايا، تنجم تراقبوا وضعيه الحاويات في كامل جميع الطرقات، معناتها تنجموا تتصلوا به وينجم يزيد يعاونكم في الموضوع هذايا باش تدخلوا العالم الرقمنا وتكونوا بلدية معناتها تدخل للموضوع هذا. انتوكا شكرا لك، اتفضل سيدي نختم. جيت الرقمنا هي حاجة هامة خاصة في المجال البيئي وهذا، واحنا قاعدين معناتها نفكر في حاجات كما هكا، ان شاء الله نضعوها على كما نقولوا على ارض الواقع العمليات هذوما. واحنا مرحبا بكل من يحب يساعد بلدية حمامات خصوصا من اطاراتنا من اولادنا من اطارات تونس باش نحسنوا الوضعيات البيئيه اللي ولات تتاثر حتى على مستوى الاستقطاب السياحي وعلى مستوى حتى معناتها الايماج في البلاد بصفه عامه. واضح يا سيدي، بارك الله فيك، شكرا لك. شكرا يا سي معز، وان شاء الله ربي يوفقكم انتم والمجلس البلدي والاداره، نعرف ان الخدمه ما يستاهله خاصه مع القانون مش موجود وغيره وثم تجاوزات كبيره. شكرا لك، يعيشك سي معز امراد رئيس بلديه الحميت على التدخل والتفاعل. اكيد الموضوع نحكيه على الناموس والبيئه وغيره موضوع طويل وعريض سفيا، والله طويل وعريض. تو عديد الناس تو تصلوا بي يقول لي ما عادش تحكوا لنا كان على مناطق سياحيه ومناطق اخرى لو موجود هاو في سوسه، يقول لك الاخر هاو في قلبه هاو في خليبيا هاو في منزل تميم. سي فغي، معناها اليوم اللي تشكيلوا قفه شكلك زنبيل واللي تمسوا تسمع حسوا ثم اشكاليات كبرى. يلزمنا الحق ان نرى مرحله تقييميه نتاع هالسلطه المحليه، باهي عملنا انتخابات 6 مايو 2018، لكن على ما يبدو بلديات ما عندهاش وسائل السياسه نتاعها. تو سي بوعز نعرف اللي نريد بون انتونسيون، لكن ثم اشكاليات كل شيء ولا يتكلم. والمواطن عنده الحق باش يتشكك، تقول لي انت تجي نهارين تحط لي مصب بلان بي في منطقه يقعد يجمع الاثار نتاعو وسبكتر لارج، معناها يضرب لك كيلومترات وغيره. يولي شوية حد يدهن روحه بالله الناس ما قامش بخدمتها وانا قمت يقول لك منيش هذه الدولة. وزيد طبعا احنا واجهنا النجم وصابعنا وتحدثنا، ومشكور جدا اللي تفاعل معنا، احنا قلنا نعيشوا لهنا في المدينة ونعرفوا اللي صاير الكل، مطلوب مجهود مضاعف من السلطات الكل، وزيد مطلوب جهد اخر من المواطن التونسي في حتى في تطيش القمامة. معناتها يزم معناتها فما وانا نتذكر ديما الحادثه اللي حكيت عليها واختصارت قدامك هذيك اللي برا، معناتها اموان نعملوا يفور نوصلوا حتى الحاويات نحطوا غادي القمامه، لكن العمليه تبدا قبل من الدار. راهو ميساج نعملوا دو ساشي مثلا، ساشي نتاع البلاستيك وساشي نتاع الاخرين العضويه، معناتها على الاقل زاده نسهلوا خدمه الناس اللي تنظف لنا في شوارعنا وتنظف فينا فينالمو، خاطر هم زاده ناس هذوكم ويتعبوا. يخدموا 5 نتاع الصباح في الشتاء، تحيه لهم عمال النظافه. معناتها حتى المواطن التونسي يعمل ايفور صغير، راهو شوف يدخل الانترنت شوف ريشيرش، معناتها راهو كي تتفصل معناتها الفضلات البلاستيك مثلا نوع، معناتها هذيك تسهل حتى في التري من بعد في التري وكل شيء، حتى الناس اللي البربشه اللي نقولوا المحنه اللي يهزوا المواد القابله للرسكله يسهل عليهم المساله وتنقص الكميات المهوله نتاع النفايات. راهو المواطن مسؤول والسلطات زاده يلزمها ضعف المجهود نتاعها، لانه انفيفابل معناتها دوب ما تسخن الدنيا تولي الوشويشه في الليل والذبان في الصباح، ومعناتها امراض معناتها ساعات ناموسة تعرفت خطر، معناتها الناس كل زمنا مع بعضنا الناس كل، والاعلام العمومي خاصه مطالب. تعرف كيفاش اللي سبوت القدم تاع لبيب وجماعه ذوك عودوهم ما يجيبوا ما انتم تعودونا في شوف لي حل تشوف لي في در شنو عودوهم لنا. فما راه فما انا خدمت عليه الوقت ايامات الدراسه، فما دي سبوت نتاع كيفاش معناتها الزبله نتاعك تبدلها. وقتها زاد حتى الحاويات حطوه بصفر او خضرا وزرقاء، يعطيك الصحه كل كبيله تحطها هنا تحطها هنا دبوله تحطها هنا بالضبط في قاعده كيف في بعض البلد مش حدابيب حاربوها قالوا لا تجمعي واحد وغيره حتى لبيب ولا باش يتعذب على هاي الحقيقه والكلام. اما يلزمنا نرجعوا لعقليه لبيب مش معناها التجاوزات في الوقت هذاك، فهمتني؟ ان شاء الله لبيب للبيئه حبيب، والاولاد صغار كانوا يحبوا تتذكر لبيب خاطر هو فلك معناها كيما الثعلب واحنا في الصحراء شكله حلو. نعملوا ماسكوت اخرى يا سيدي هي بعد الثوره فهمتني نسميوها معناها
سيد النائب المحترم سيد فك علينا يا سفيان بارك الله فيك شكرا لك. مش مشكل لا بيبي البيع حبيبي خلينا التجمعين يعطيك الساعة سفيان نقول لك بون ويكاد احنا مش بنلقاو اليوم غنية وحكاية ان شاء الله نهار الاثنين نخليوها غنية وحكاية بطبيعة للطبيعة للكمية التليفونات اللي موجودة وكمية زيادة حتى شرعية وزيادة حتى شكية العباد في جميع المواضيع. شكرا لك سفيان ان شاء الله ان شاء الله نعديو ويكاند باهي بيان سور اليوم ما حكيناش كالعادة ياسر بشكل مستفيض لكن حلوا عينيكم الكمامة التباعد ان شاء الله ربي يستر تونس وان شاء الله ان شاء الله جينا موسم به امين يا ربي. شكرا لك معاذ الشريف نقول لك بون ويكاند نرجعوا لك الاثنين الجاي ان شاء الله ان شاء الله. شكرا للناس الكل اللي تابعتنا شكرا لضيوفنا الحاضرين شكرا للناس اللي تفاعلت معنا سي معز مراد ولا كل الناس اللي قاعده تتفاعل معنا على الصفحه الرسميه ولا حتى بالمساجات ونقول ان شاء الله نحاولوا نقدموا المواضيع اللي تعجبكم واللي تتابعكم واللي تهمكم واحنا بالطبيعه في خدمه المواطنين التوانسه وخدمه الناس كل حتى الاخوه الليبيه زاده تابعوا فينا نشوف على الصفحه نرحبوا بهم زاده الكل وان شاء الله بون وكان نعودوهم من هذا نمشيو نعملوا بلاتو في تربز ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نمشيو احنا راديو ميد نكونوا اول اذاعه تمشي ان شاء الله طرابلس وان شاء الله خطر ليبيا فعلا ونشجعوا المستثمرين الكل. انا عجبتني الجمله بكري اللي قال ليبيا ماهيش وليبيا خاطر ثم بلدان غربيه بعد ما حطموها بعد ما فيها ماشي بوريما احنا لا ليبيا خير والخو ما تخدمش معاه. واضح شكرا لك سيف بارك الله فيك ومع احمد المناري شكرا لك محمد كان معنا في الاخراج بقيه برامجنا ما زالت متواصله معكم توا مع الاخبار العشره بعد تلقاو ديو فتحيه وسحار وبعد تلقاو الفريق الكامل لميدي ميدا بارتين من نص النهار برايم تايم يرجع لكم نهار الاثنين في لامين نسكل.